عبد الله سعد رضوان، مساء الخير يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم. اسال عن موضوع جون انطوي وكيف اعادته للاهلي. اطمن، لو عايزين نرجعه هنرجعه. لو عايز ترجعه ترجعه باذن الله، حتى لو كان في عقد اعارته احقيه شراء المقاصه ليه ب 600,000 دولار زي ما قال اللي هو محمد عبد السلام. هناك في العقد امر ما يتيح للاهلي الحق في استعادته. ما فيش يتيح لك انك انت ليك راي. ليك راي. ليك راي. والاصل في المساله ان انت اللاعب يرجع لك. ما قالش فيه ما تخليش اتكلم في اسرار التعاقد بقى واقول انما في المتناول. لك راي في الامر. طيب. باذن الله. مش هغلس عليك اكتر من كده. ما تغلس؟ اه. طب محمد صبحي بيقول لك عن التجديد لشريف اكرامي، وهو رأيه ان هو شريف الفتره اللي فاتت ما كانش كويس. وده يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه في صفقه انطوي. صفقه انطوي 600,000 دولار ونسبه 15% من اعاده بيعه لاي نادي. لم تتوقف عند 600,000 دولار. واحنا مساله مش داخلين في عند مع حد، ومش هنعاند على حساب المصالح، ولكن احنا ناس هنتعامل باحترافيه مع الامر تماما، ومع احترام كامل للمنافس او الطرف اللي قدامنا في كل الامور.